أقامت العائلة الممتدة لجد الحاج جني ابن حاج سيرون ونند الحجة نونا بنت الحجة صلبية بنت توان جورو معصوم قراءة الذكر في منطقة الدفن الخاصة التابعة للجد جني والجدة نونا صلبية. حاليا لا يزال هنيك ابنه واحدة وصهرة واحدة فقط على قيد الحياة من الزوجين ككندا حج جني ونند الحجة نونا صلبية وكلاهما الحجة روياني جني المعروفة باسم نيابانوكس والحجة حرية بنت حاج محمد طيب ابن حاج أنوار ابن حاج لايو. في هذه الأثناء جاء الذين تجمعوا لهذا النشاط التواصلي من عائلة والد الحاج أحمد شاتيري جني الأم الحجة ريحة جني المعروفة باسم نيا ليون الأم الحجة سعدية جني الأم الحجة رياني جني الأب الحاج منتهى جني والعمة رحماني جني. وكان الشخص الذي قام بدور عريف الحفل هو السيد أحمد راشدي الحاج عبد الغني الذي كان متحمسا جدا لإنجاح هذا النشاط السنوي. السيد أحمد راشدي هو ابن السيدة الحاجة روياني المعروفة باسم إنيا بانوكس. في حياته اليومية يعمل كمدرس أول في مدرسة النور كالي أبان نانكا بكاسي أوتارا الإسلامية الداخلية مدينة بكاسي جاوة الغربية. بعد الانتهاء من ترديد ذكر الله تصافح أبناء وأحفاد جد الحاج جني سيرون وجد الحاجة نونا صلبية وقبلوا بعضهم البعض على الخدين الأيمن والأيسر مسامحين بعضهم البعض. كان الحدث أيضا مليئا بالمسابقات لالتقاط الأوراق النقدية في الهواء والتي تم نثرها عمدا ليقوم المشاركون في الحدث بالبحث عنها أنه حقا عظيم. وانتهى الحدث المفعم بالحيوية بتناول الأطباق المتوفرة قائم البتاوي النبوذجية مثل الجنكول المقلي وحسى اللحم البقري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كامي وارغ بسار كون هجي جني دان تن هجي نونا مقموشاكم. إنا العيدين والفائزين مهن معاف لاهير دان ناتين. تسلم الآن فرقنا.